بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم مع برنامج الوقف والابتداء، ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن ناصر الأزهري. مرحبا دكتور. بارك الله فيكم شيخنا. سلمكم الله. جزاكم الله خير. كنا قد توقفنا عند الآية 34 من سورة النساء، ولم نكمل الحديث عنها، وأيضا لم نتعرض لتوجيه عقدت وعقدت في الآية التي قبلها. فإن شاء الله نتناول ذلك. تفضل دكتور. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا. سلامكم. ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نعم. نعرج سريعا على قوله والذين عقدت أيمانكم. طبعا نذكر أيضا ما قبلها، وسألوا الله من فضله. نعم. فيها القراءة واسألوا الله. وسألوا الله. نعم. ابن كثير والكسائي وخلف العاشر قالوا واسألوا الله من فضله. نعم، والقراءة بالهمز وعدمه لغتان ولا يؤدي لا يعني يترتب عليهما اختلاف في المعنى. قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. أولا، اختلف المفسرون في والذين عقدت أيمانكم على أقوال. نعم. فقيل إن المقصود بوالذين عقدت أيمانكم هم موالي الموالاة. يعني الولاء في الجاهلية كان ولاء النسب، كان ولاء العجم. نعم. كان ولاء الرق والعبودية. فيقول والذين عقدت أيمانكم، يقصد بهم ولاء الموالاة، وقد كان لهم قبل ذلك، في قبل نسخ الحكم المواريث، كان لهم نصيب من الميراث. نعم. حتى أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وبعضهم يقول إن المقصود بالولاء هنا هو الزوج، لأنه قد عقد الذين عقدت أيمانكم، يقصد الزوج أو الزوجة، لأنه قد عقد بينهما نكاح. وبعضهم يقول إن المقصود هنا هم حصل من المؤاخاة بين المؤمنين وبعضهم البعض. إن الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين الرجل وأخيه، وكان هذا يرث ذلك، حتى أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. طيب، والذين عقدت وعاقدت، طبعا عقد فعل ماضي ثلاثي. نعم. ودخلت عليه تاء التأنيث. عاقدت من المعاقدة، فعل مزيد هنا بالألف، وكلاهما بمعنى واحد. كلاهما عقدت وعاقدت. نعم، كلاهما بمعنى واحد من العقد، وهو الميثاق الشديد. خلاص. الذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، هذا فيما يتعلق بهذه الآية. وأما فيما يتعلق بما كنا قد وقفنا عنده في قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن، في المرة الماضية تكلمنا عن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وبما حفظ الله. وقلنا إن القراءتين توضحان السبب وتبينان السبب والمسبب. أن العبد عليه الفعل أو عليه السبب، وربنا تبارك وتعالى هو الفاعل في الأمور كلها. فعل الله تبارك وتعالى لا يكون، أو فعل العبد يكون بعد إرادة الله تبارك وتعالى. لن يحفظ العبد نفسه في نفسه وزوجته في نفسه، ولن يحفظ ما أمر بحفظه إلا بحفظ الله تبارك وتعالى. لولا أن الله حفظه ما حفظ نفسه، ولولا أنه حفظ زوجته ما حفظ نفسه. وهذا مدلول قراءة الجمهور. أما قراءة أبي جعفر بما حفظ الله، يعني بما حفظ الزوج الله. طيب، واللاتي تخافون نشوزهن، اللاتي اسم إشارة، اسم موصول معذرة، واللاتي تخافون نشوزهن، اللاتي اسم موصول، وتخافون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يتقدمه لا ناصب ولا جازم،
وعلامة رفعه النون، ثبوت النون، ثبوت النون. نشوزهن مفعول به، فائضهن، طبعا تخافون نشوزهن هي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والفاء داخلة على خبر اللاتي، خلاص. فائضهن وعظوهن فعل أمر، الجملة الفعلية هذه فائضهن، والمعطوف على واهجروهن في المضاجع، والمعطوفة واضربوهن. هذه الأفعال الثلاثة هي الفعل، طبعا فاعظهن خبر اللاتي، وما بعده معطوف على الخبر. إذن فلا وقف من قوله واللاتي تخافون نشوزهن إلى قوله واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لماذا لا وقف من قوله إلى واللاتي تخافون إلى قوله واضربوهن؟ لماذا لا وقف؟ لأن اللاتي مبتدأ خبرها فاعظوهن، وما بعد فاعظوهن جملتان عطفتا على جملة الخبر، فلا يفصل بين الخبر ومبتدئه ولا بين ما عطف على الخبر والخبر ومبتدئه إلى قوله واضربهن. طبعا واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز المرأة الناشز التي خرجت عن طاعة الزوج. واللاتي تخافون نشوزهن، لم يقل القرآن واللاتي نشزن. لأن يعني تخافون نشوزهن يعني بدأ منهم منهن النشوز، نشوز يعني في لسه لم تنشز لكن إيه بدت علامات النشوز، النشوز. وحتى لما تكلم عن نشوز الرجل قال إيه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فمجرد لأن ربنا تبارك وتعالى دائما يحيط الحياة الزوجية بسياج حامي من القوانين والشرائع، هذه السياجات الحامية من شأنها أن تحفظ على البيت الزوجي قدسيته وأمانه. فلذلك يقول إيه واللاتي تخافون نشوزهن، يعني لمجرد أن يبدر من المرأة ما قد تنشز به، أو يبدر منها شيء يشعر الرجل فيه بنشازها، لابد من العلاج. العلاج لا يأتي بعد النشاز، إنما العلاج يأتي قبل النشاز. تخافون نشوزهن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، فالعلاج لا يكون بعد نشاز المرأة أو نشوزها، وكذلك لا يكون بعد نشوز الرجل، إنما لمجرد أن يخاف الرجل أو أن تخاف المرأة لابد أن يأتي العلاج، خلاص. وده السبق الإسلامي العظيم في علاج المرض قبل وقوعه، اللي هو بيسموه العلاج الوقائي أولا. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، هذه المرتبة الأولى من العلاج. الموعظة، لأن طبعا ربنا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا كانت الموعظة الحسنة أعظم، إذا كانت الموعظة الحسنة أعظم أدوات الداعية، فإنه ينبغي أن تكون أعظم في البيت الزوجية، تكون أولى يعني، وأولى يعني. الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، لا يصلح للرجل أن يعظ الناس في خارج بيته، فإذا جاء إلى بيته يرفع صوته ويزمجر وكذا وكذا، لا، تماما كما يفعل في الخارج يفعل في الداخل وأعلى وأولى. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ده المرتبة الثانية من مراتب العلاج. ولم يقل واهجروهن وسكت، إن الآن الأزواج يهجرون خطأ، يخالفون حتى المتدينون منهم يخالفون أمر الله في الهجران. لماذا؟ ربنا يقول واهجروهن، ما معنى الهجر؟ بعض الناس يترك بيته، إذا غضب الرجل من امرأته يترك بيته ويخرج منه، أو ينام في غرفة أخرى، أو المرأة تترك بيتها إلى بيت آخر، خلاص، أو ينام في غرفة وهي في غرفة. ربنا يقول واهجروهن في المضاجع، لأن هذا الهجر في المضاجع هو أقسى ما يكون على كلا، على المرأة أولا ثم على الرجل، يعني بمعنى أنه يعني يتكلم معها كلاما عاديا في نهاره والأمور طبيعية جدا، فإذا ما جاء في الفراش يهجرها، هذا شيء قاسي على المرأة. يعني كيف هي المرأة تحدث نفسها؟ طب أنت تتكلم معي طوال النهار وتزداد يعني العلاقة بيني وبينك وكذا، فإذا ما جاء الليل أنتظر أن تكلمني، لا يتكلم الرجل، هذا شيء قاسي على المرأة، وتجعل المرأة أو يستحث المرأة على أن تسأل الرجل، ولمجرد أن تسأل المرأة الرجل وأن يتكلم مع بعضهما خلاص الأمور بتبدأ في الإيه، الشيطان يزول ويبدأ تبدأ الأمور يعني تحل. فلذلك قال واهجروهن في الإيه، مضاجع، في المضاجع. الأمر الثاني من فوائد الهجر في المضجع
ألا يعلم الأولاد أن الأبوين متخاصمان، وهذا مهم جدا. الأولاد إذا للأسف الشديد كثير من الآباء في البيوت وكثير من الأمهات لا يحلو لهم المشاجرة والخصام إلا في وجود أبنائهم. الأب والأم الحكيمان العاقلان اللذان يتخاصى إذا تخاصما لا يعلم الأولاد شيئا عن خصامهما أبدا. يعني حتى لو في خصومة بين الرجل والمرأة، إذا دخل الأولاد يكلم الرجل المرأة وتكلم المرأة الرجل كلاما عادي. ليه؟ حتى لا يتأثر الأولاد بذلك، وحتى لا تكون تربيتهم تربية سوية، لأن أغلب الأولاد غير الأسوياء نفسيا سبب هذا عدم هذا الاستواء النفسي عندهم هو ما يرونه من شجار وتصارع بين الرجل والمرأة. وأعرف بعض الناس يقول أنا لا يحلو لزوجتي أن يعني أن تخاصمني إلا أمام الأولاد، ولا يحلو للرجل أن يخاصم زوجته إلا أمام الأولاد. لا، ربنا يقول واهجرونا في المضاجع بحيث لا يعلم أحد قط إلا هما أنهما يهجر بعضهما بعض. تأتي السنة النبوية بهجر آخر يعني أوسع شوية. القرآن قال واجرونا في المضاجع، السنة وسعت قليلا نطاق الهجر. في حديث من سيدنا معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال أن تطعمها مما طعمت وأن تكسوها مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا ولا تهجر إلا في البيت. وانظر إلى هذا السياق النبوي، ولم يقل واهجر في البيت، ولا تهجر إلا في البيت، بمعنى القرآن قال واهجرهن في الايه في المضاجع. طيب إن لم يؤدي الهجر في المضجع يعني فائدته، خلاص لا عليك أن توسع دائرة الهجر قليلا. وليس معنى أن توسع دائرة الهجر أن تخرج من البيت، لا. ولذلك قال ولا تهجر إلا في البيت، يعني أوسع ما يمكن أن يكون في مرحلة الهجر من توسيع دائرة الهجر، لا إلى أبيك ولا عند أمك. إن بعض الأزواج مجرد أن يحدث شجار خلاص الأب يتدخل للآباء والأمهات، ودخول الآباء والأمهات في مشاكل الزوجين يفسد العلاقة الزوجية. فلذلك قال ولا تهجر إلا في البيت، يعني إذا لم يؤدي الهجر في المضجع فائدته فوسع دائرته بحيث لا يكون خارج الإيه؟ البيت. طيب لماذا أيضا حتى إن لو حصل، لأن طبعا المرحلة اللي بعد كده مرحلة إيه؟ واضربهن. لو أن الوالدة ضرب زوجته ضربا غير مبرح ورأى الأولاد ذلك، ربما اشمأز الأولاد وتضايقوا لماذا يضرب أبونا أمنا، فتكون مرحلة الهجر في البيت كأنها تمهيد للعلاج الآتي أمام الأولاد إذا لم ينفع العلاجات السابقة. يعني الرجل إذا هجر امرأته أمام أولاده في البيت كمرحلة متقدمة خلاص، فإذا لم يعني تتعظ المرأة وتعود، فإذا ما اشتد الرجل عليها يكون له مبرر أمام الأولاد. فلذلك سبحان الله يأتي العلاج القرآني يتلوه العلاج النبوي أو يكمله العلاج النبوي وهو رباني أيضا. واهجروهن في المضاجع، فإن لم ينفع فاهجروهن في البيت، ولا توسع دائرة الهجر أكثر من ذلك. وليكن الزوج والزوجة حريصان على أن لا يعرف الآباء والأمهات مشكلاتهم، لا حماك ولا حماتك ولا سواء كان الرجل أو المرأة. لو أن مشكلة بين الزوجين خرجت في عن حدود البيت فسدت العلاقة الزوجية. واهجروهن في المضاجع، ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة واضربوهن. بعض الناس يعني يبدأ بالمرحلة الثالثة نعم صحيح، يعني يضرب الأول طبعًا يضرب ثم يعظ بعد ذلك. طبعا دي مشكله كبيره. والنبي عليه الصلاه والسلام لما يعني نهى عن ضرب النساء صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب امراه قط. وكان يعني كان اذا غضب يعني لا ما كان يغضب الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله، وما ضرب بيده قط عليه الصلاه والسلام. وكان ينهى عن ضرب النساء، فقال جاء الصحابة وقالوا يا رسول الله زائرنا النساء على أزواجهن، يعني استأسدنا. فأباح النبي الإيه الضرب، فما بقي بيت إلا ضرب. فوقف حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 امرأة كلهن يشكو زوجه، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك ليسوا بخياركم، يعني أولئك الضاربون ليسوا بخياركم. يعني أن تصل إلى مرحلة أن تضرب زوجتك
معناها أنك يعني طبعا أي امرأة في الدنيا تتعظ بالموعظة أو بالهجر. كون الرجل يضرب يعني دون أن يبدأ بهاتين المرحلتين، فأنا أراه أنه منقص الرجولة، أنه أصلا ليس عنده من الرجولة ما يكفي أن 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 يقيم امرأته، فيتجه دائما إلى آخر العلاجات اللي هي الضرب. طبعا هذا معنى أن يعني ينبغي أن يكون أن يسير على هدى الشرع الحنيف. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ضرب هنا غير مبرح، نعم. ليس ضرب انتقام إنما ضرب تأديب. فإن أطعنكم، طبعا ضرب تأديب إن بعض الناس ممكن يمسك أعزكم الله ملة السرير ويضرب امرأته، واحد تاني شعبة ويضرب، طبعا هذا كلام كلام فارغ يعني ما أتى به شرع ولا عقل ولا عرف. الضرب حتى كان بعض العلماء يقول اضربها بالسواك، وليس الضرب اللي هو الضرب المبرح، إنما يعني إيه ضرب خفيف كده، معناها خلاص أنا استفرغت وسعي معك في قضية علاج النشوز، ولذلك ربنا يقول بعدها إيه فابعثوا حكما من أهله وحكما إن خفتم شقاقة بينهم فابعثوا حكما خلاص. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن طبعا واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، نقف هنا وقفا كافيا. فإن أطعنكم، إن شرطية وأطعنكم فعل الشرط والفاء داخلة على جواب الشرط، ولا تبغوا عليهن سبيلا، دي جملة لا تبغوا عليهن سبيلا جملة جواب الشرط، جواب الإيه؟ جواب الشرط. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إن أطعنكم فليس لكم عليهن سبيل أن تؤذوهن أو أن تمنعوهن حقوقهن أو أن يقع منكم سوء في التعامل معهن، فلا تبغوا عليهن سبيلا. لماذا؟ لأنكم يا معشر الرجال إذا كنتم أصحاب القوة وأصحاب القوامة العليا فقوة الله أعلى من قوتكم. لذلك ختمت بأن الله كان عليا إيه؟ عليا كبيرا. عليا كبير. يعني إذا استحضرت قوة نفسك وأردت أن يعني ترهب بها زوجتك، فاعلم أن رب العالمين أقوى منك. وإن ظلمت زوجتك ينتقم الله منك ويوقع بك العقوبة. يعني ذكر إن الله كان عليا كبيرا، يعني هاتان الصفتان أو الإسمان عليا كبيرا، قالوا أنها في غاية الحسن، يعني ختام الآية دي في غاية الحسن وبيانه من وجوه. الأول أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النساء، والمعنى أنهن إن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم، فالله يتصف سبحانه ينتصف لهن منكم لأنه علي قاهر. صحيح. المعنى الثاني لا تبغوا عليهن، يعني إذا أطعنكم لعلو أيديكم، فإن الله أعلى منكم وأكبر من كل شيء. المعنى الثالث أنه سبحانه مع علوه وكبريائه اكتفى من العبد بالظواهر ولم يهتك السرائر، فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال المرأة. صحيح. ولا تقعوا في التفتيش عما في قلبها وضميرها من البغض أو الحب. الحقيقة هذا المعنى الثالث معنى رائع جدا. إن في بعض الأزواج للأسف الشديد خلاص امرأته تقول له أنا يعني سأستقيم كذا وكذا، يظل يفتش عما في قلبه. طب هل ويذكر كذا؟ الماضي يعني يذكرها بما حدث، يذكرها أو يفتش عما في قلبها، أو في كل مشكلة جديدة يذكرها بالماضي، وهذا كلام هذا خطأ في العلاقة الزوجية كبير. في كل مشكلة يجعل حتى وإن انصلحت المرأة يفتش عما في قلبها. طب هل أنت يعني قلبك معي الآن كقلبك معي منذ كذا، ويبدأ يفتش عما في القلب، والشيطان بيكمن في هذه المواطن. يكمن في هذه التفاصيل. فلذلك قال فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا، خلاص اكتفوا بظاهرها وكلوا سرائرها إلى الله. فإن الزمان جزء من العلاج. يعني الزمان، وده ما لا يفهمه كثير من الأزواج، إن الزمان جزء من العلاج. يعني لا يشترط أن تعالج نشاز المرأة في الحال، إنما خلاص طالما استقامت ظاهريا فاتركها، وحسن معاملتك لها سيعالج هذا مع الزمن، وتعود العلاقة كما كان. نعم. بارك الله فيك. نقرأ الآية.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بارك الله فيك. الله يبارك. الوقف عند إن الله كان عليا كبيرا. وقف كافي لأن ما بعدها وإن خفتم شقاق بينهما. معنى متصل. معنى متصل. نعم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. طبعا وإن خفتم شقاق بينهما تؤدي معنى آخر بديعا وهو أن نشوز الرجل أو نشوز المرأة على الرجل إذا لم يعالج فلا بد بعد ذلك قبل أن يحصل الشقاق ويحصل الفراق لا بد أن يبتعث حكمان. وربنا يقول إيه؟ وإن خفتم شقاق بينهما يعني إن خفتم أن يقع شقاق وفراق لم يقل يعني أن كل واحد أصبح في شق, في شق هذا في شق وهذا في شق لم يقل فابعثوا الأب أبوين أو فابعثوا الأخوين أو ابعثوا كبيرين لا فابعثوا حكما والحكم هذا هو الذي يتصف بالحكمة والعقل صغيرا كان أو كبيرا يعني ربما يكون كبيرا ولا عقل عنده ربما يكون كبيرا وعاطفيا لا سيما في الأبوين لأن الأب إذا وجد أن خلاص في شقاق ما بين الرجل والمرأة الأب هذا والأب هذا كل أب يميل إلى طرفه بعاطفته عاطف. فلم يقل فابعثوا أبوين ولا أخوين ولكن ابعثوا حكما حكما بمعنى أنه رجل عاقل حكيم يحكم عقله فإن حكم عقله على الطرف الذي هو فيه يحكم عليه نعم يعني وهكذا. هو في عن طائفة من الناس جعلهم الله عز وجل يعني إيه نعم. مصلحين أو يعالجون الخلل الزوج والزوجة ولا يغلبون جوانب العاطفة ولا كذا إنما يحكمون عقولهم فابعثوا حكما من أهله لأن هذا الموقف ليس موقف عاطفة إنما موقف حكم الشرع أولا حكم شرعي حكم عقلي فابعثوا حكما من أهله وحكما له وإن خفتم إن شرطية وخفتم فعل الشرط شقاق مفعول به خفتم وطبعا خاف فعل ماضي والتاء فاعل والمفعول شقاقة فابعثوا الفاء رابطة الجواب الشرط وابعثوا جواب الشرط حكما بعثوا حكما حكما مفعول به الواو طبعا في بعثوا فاعل وحكما مفعول به لبعثوا من أهله جر ومجرور متعلق بما مضى وأهل مضاف والهاء مضاف إليه وحكما الواو معطوفة على حرف عطف وحكما معطوفة على حكما السابق ومن أهلها من حرف جر من أهلها جر ومجرور وأهل مضاف وأهل والهاء مضاف إليه يعني فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله وهنا انتهت الجملة القارئ يعني لا يصلح أن يقول وإن خفتم شقاق بينهما ويقف لأن فبعثوا هي جواب الشرط صحيح طيب وأيضا لا يقف على حكما من أهله ويبدأ وحكما من أهلها لأن حكما من أهلها معطوف على إيه؟ على حكما السابق حكم السابق يبقى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ثم يقف هنا لا يفصل بين هذه الإيه؟ هذا التركيب لابد أن يصله كمان إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن شرطي ويريد فعل الشرط وإصلاحا مفعول به ليريد
سبعة هي والالف التثنية هي الفاعل. يوفق الله، يوفق دي جواب الشرط، ويوفق فعل والله فاعل، وبينهما جر ومجرور متعلق ما قبل. يبقى إن يريد إصلاحا، يعني إن يريد، إن يريد طبعا يريد هنا تعود إلى أمرين، إلى الزوج والزوجة وإلى الحكمين. يعني لابد ان الزوجه والزوجه يريدان الاصلاح، يريدان الاصلاح، والحكم الحكمان يريدان الاصلاح ايضا. اذا احد الزوجين لم يرد اصلاحا، لو جاء حكماء العالم فلن يستطيعوا ان يحلوا الاشكال. ولذلك ربنا قال ايه؟ ان يريد اصلاحا، فهذا الشرط كانه ارشادي. شرط ارشادي بمعنى شرط، يعني ايه شرط ارشادي؟ يعني إن يريد هؤلاء، كأنه يرشد الزوجين، يا معشر الزوجين سيأتي حكمان ليحكما بينكما، فلا بد أن تريد الإصلاح. يعني لا، لا يعني كما يقولون كده، لا يركب كل واحد منا رأسه، إنما يتنازل هذا قليلا ويتنازل هذا قليلا. فإن يريد إصلاحا فيه معنى الإرشاد إلى للزوجين، أنهما ينبغي أن يريد الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. طب إن لم يريد إصلاحا؟ لا يوفق. لا يوفق الله بينه. قد يوفق الله بينهما، أي يجمع شتاتهما بعد فراق، بعد أن كاد الشقاق، لكن لن يبقى الحال كما كان من ذي قبل على العلاقة الطيبة. ولذلك نقول إن الشرط هنا ليس شرطا يعلق الجواب بفعله، وإنما شرط إرشادي. لماذا؟ لأن الله عز وجل سيوفق بينه، الحكمان ربما يوفقان بينهما عنوة، وإن لم يريد ذلك. فالشرط هنا شرط إرشادي، ليس شرطا يعلق الجواب بالإيه؟ بالفعل. وهذا معنى ينبغي أن نتنبه إليه من معاني الجملة الشرطية. خلاص، ليس معنى الجملة الشرطية أن الشرط الجواب متعلق بالفعل، لا، طبعا هو هذا هو الأساس، لكن في معنى الإرشاد، أنه أرشد الزوجين إلى ما به ستستقيم الحياة بعد ذلك، سيعودان مرة أخرى وتستقيم الحياة، وهو إيه؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم نقف ونقول إن الله كان عليما خبيرا. خبيرا طبعا، عليما خبيرا، عليما بما يصلح الزوجين، عليما بما، عليم بظواهر الأمور وبواطنها، وخبير بأحوال النفوس. صحيح، خبير بأحوال النفوس، والخبير في معنى الخبرة، اللي هو خبر النفوس ظاهرا وباطنا. ومن تمام الخبرة في هذا، ومن تمام الخبير سبحانه وتعالى أن يقول فابعثوا حكما، وألا يقول فابعثوا أحدا. لماذا؟ لأن إن الحياة تقول لابد من الحكمين أن يكون أصحاب حكمة وعقل. إن الله كان عليما خبيرا. طبعا الوقف على قوله فابعثوا حكما من أهله وحكما من يعني أهلها، أيضا إن الله كان عليما خبيرا، تزيل الآية بهذه بهذان الإسمان العظيمان، عليم وخبير، مناسبة جدا لما قبلهم. لما صحيح، لأن الله عز وجل عليم بظواهر الأمور وبواطنها، عليم إذا بما يصلح الناس. صحيح، وعليم بأحوال الزوجين وتصرفات، ومن الذي يريد منهم الإصلاح ممن لا يريد الإصلاح. ولا سيما، وهذا أمر مهم من التنبه إليه، أن أحوال الزوجين غالبا قائمة على الستر. يعني ربما يأتي الحكمان فلا يعرض الزوج كل شيء، ولا تعرض الزوجة كل شيء، هناك أسرار لا تخرج عن الزوجين. هذه الأسرار من الذي يعلمها؟ الله عز وجل. لذلك قال عليما. يعني حتى لو خبأ الزوج شيئا، لأنه مثلا، لأن المرأة لا تحب سماعه، أو ستحرج إذا سمعته، وخبأت الزوجة شيئا وكذا، فإذا كان الحكمان لا يعلمان فإن الله عليم. وطالما هو عليم فسيعاقب كل يعني إنسان وسيجازي كل إنسان بفعله. هذا الذي كنت أريد أن أشير إليه. أن الله كان عليما خبيرا فيه معنى المحاسبة. صحيح، يعني خافوا من الله عز وجل أن يحاسبكم على أفعالكم. صحيح، إن الله كان عليما خبيرا. وإذا كان الحكمان لن يطلع على كل ما بينكما، فإن الحكم الأعظم رب العالمين سبحانه يعلم السر وأخفى، وهو خبير بما في نفوسكم وبما في قلوبكم. طبعا الوقف هنا تام، وقف تام، بعدها واعبدوا الله ولا تشركوا يعني بشيئا، خلاص المعنى كده انتهى عند فيما يتعلق بأحكام الزوجين وأحكام الأسرة وأحكام البيوت المسلمة وعلاج النشاز وكذا، ثم انتقل إلى قضية أخرى تتعلق بعبادة الله تبارك وتعالى وبالأمور الأخرى. ما شاء الله، الله يبارك فيكم. نبدأ نقرأ الآية.
وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يحشرنا مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.